عايز اقول لكم قبل ما نبدا ناخد نتلقى تليفوناتكم كمان، عايز اقول لكم مفاجاه جميله جدا النهارده الحقيقه معايا، وده يمكن لاول مره هيكون معانا في رمضان الخير، مبادره من فنان كبير. ومبادره الحقيقه جت من فنان قدر ان هو في رمضان وفي شهر رمضان انه يعمل يعني جماهيريه، هو ليه جماهيريه كبيره جدا طبعا كانت، لكن السنه دي بيقولوا اكتسح، اصبح رقم واحد على السوشيال ميديا، رقم واحد على اليوتيوب، رقم واحد على تويتر، اصبح ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي. النجم الجميل باشا مصر امير كرارة، النجم العظيم اللي هو يعني اقدر اقول ان هو رقم واحد في رمضان السنه دي. امير ازيك؟ رسان طيب. يا صباح الفل دكتور عمرو يا راجل محترم، ربنا يكرمك ويريح قلبك ويجيز الخير على البرنامج الجميل ده طبعا، ودي قديمة طبعا، الحمد لله ربنا يكرمك طبعا، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وبحييك على البرنامج ده فعلا لانه حاجة محترمة جدا، وبتخلي الناس فعلا تفكر ايه الاماكن اللي ممكن تروح تعمل فيها صدقة او تعمل فيها خير لله. فطبعا اللي عايز يعمل خير يا دكتور عمرو الخير كتير، والاماكن اللي عايز يوصل لها كتير، بس هو ينوي بس نية كده يلاقي في ناس كتير محتاجة وناس كتير نفسها في حاجات مش عارفة تعملها. لكن طبعا شهر رمضان الكريم دي فرصة كويسة لأي حد يبقى قاعد يعني يتصدق أو يدور على المكان الصح اللي يحط فيه الخير يعني. أنا عايز أقولك حاجة، أنت عارف أن المسلسل اللي أنت عامله باشا مصر بيحض على الخير، لأنك أنت طالع بتدينا نموذج الراجل اللي بيحارب الشر ويبحث عن الخير. فأنا بتصور أن الخير ممكن يكون في عمل الخير، في مبادرات الخير، وممكن يكون في دراما تحرض على الخير، أو أنها تكافح الإيه؟ الفساد أو الخطأ أو الشر. أظن ده حصل عندك أنت وأنت بتعمل باشا مصر، مظبوط؟ والله يا دكتور الحمد لله طبعا، هو أن الناس تخلي مسلسلنا الحمد لله أن رقم واحد ده في حد ذاته خير صراحة، وكرم من عند ربنا، وبشكر كل الناس اللي دعمت المسلسل ده، أولهم طبعا قناة الحياة، دكتور عمرو الليسي، أستاذ ياسر سليم. بصراحة احنا عاملين حاجة، وطبعا المنتج الكبير ده من مرسي، احنا بص عاملين حاجة الحمد لله حاجة محترمة جدا جدا، مسلسل جميع الأعمار ممكن تشوفه وتتفرج عليه وتنبهر بيه، ما فيهوش اي اساءه ولا في اي فيها الفاظ بذيئه ولا في مناظر، يعني الحمد لله عاملين حاجه كويسه ومحترمه جدا بصراحه الحمد لله. يعني انا بهنيك على المسلسل الجميل ده، والحقيقه ما اعرفش يعني انت توقعت انك تبقى نمره واحد في رمضان؟ لا انا عمري ما توقعت ان انا ابقى نمره واحد، وما بحلمش ان ابقى نمره واحد، انا بحلم بس ان احنا نعمل حاجه كويسه وان احنا نبقى على المستوى المحترم اللي الناس كلها تتفرج علينا وتتكلم عننا كلام كويس وتذكرنا دايما بالكلمات الطيبه، لكن غير كده ما يفرقش معايا رقم واحد رقم 10 الحمد لله ربنا. هو طبعا عايز اقول لك ان في كذا حد بيقول رقم واحد، لكن الحقيقه اليوتيوب دايما هو ما بيكذبش، فيوتيوب ما شاء الله انت ده الريكورد الوحيد الفاينل يعني اللي بيسموه، فانت طالع رقم واحد، فدي حاجه جميله، بس ده معناها ان الناس بتحب الخير او بتحب الشخصيه اللي بتعمل طبعا خير، فيعني انا بهنيك على الخير اللي انت عامله. واهم حاجه يا دكتور والله يعني اهم اليوتيوب واهم من التلفزيون، اهم حاجه يعني اهم حاجه الشارع، انزل الشارع وتعرف الناس بتحب ايه. بيندهولك يا سليم ولا امير؟ لا ما حدش يعرف اسم امير كاردات، لا مش عارف ايه يعني انا خلاص في البطاقه باسم سليم الانصاري، فيعني المشكله يعني عموما انت نموذج جميل ورائع للفنان اللي بيعمل خير. النهارده بقى انت قلت لي عايز تتبنى مبادرات لعمل خير، عايز تتكلم في ايه النهارده؟ تدعو الناس لايه النهارده في رمضان خير؟ والله يا دكتور طبعا انا بحيي كل الناس اللي بتعمل دعايه للمستشفيات وكل الحاجات اللي محتاجه صدقه في رمضان في الاعلانات التلفزيون، طبعا حاجه كويسه وبحييهم جدا طبعا وكل الجمعيات وكل حاجه، بس انا بصراحه نفسي ادعم كام حاجه كده معهمش او ما فيش امكانيات ان هم يدعموا المؤسسه بتاعتهم او المستشفى بتاعتهم او الجمعيه بتاعتهم. يعني حاجه زي مستشفى ابو الريش بتاعت الاطفال بصراحه. صحيح. انا بسمع عن المستشفى دي ان هي يعني محتاجه حاجات كتير جدا ومحتاجه ناس تدعمها، اما حتى اصلا سامع ان معهمش حتى يعملوا اعلان صغير بموبايل ينزلوه على التلفزيون. صحيح. دي حاجه من الحاجات اللي نفسي فعلا، او يعني حاجه زي معهد الكبد، معهد غسيل الكلى. يعني بص انا بدعم بصراحه كل ما هو يخص اي حاجه بالاطفال. بصراحه دي بالنسبه لي يعني نفسي الناس كلها يعني تبص او تتوجه للحته دي اكتر شويه بصراحه. يعني مستشفى ابو الريش بصراحه دي اكتر حاجه نفسي الناس تتوجه لها بصراحه. والله شوف انا عايز اشكرك جدا على اللي انت قلته ده، لان عايز اقول لك ان فعلا في اماكن كثيره جدا ما عندهمش القدره الماليه زي انت ما تفضلت وقلت ان هم يعملوا اعلان عشان الناس تبرع لهم، رغم ان هم في امس الحاجه، يعني مستشفى ابو الريش الجامعي والمنيره
في أمس الحاجة لأسرة، في أمس الحاجة لأدوية، لأجهزة أساتر، لحاجات، ودي كلها. وعلى فكرة دي المستشفيات الوحيدة اللي بتقدم الرعاية الطبية للأطفال بالمجان. فأنا بشكرك جدا يعني على أنك أنت دعيت في الفكرة دي بجد والله يعني. لا، وأنا برضو يعني أحب أقول لحضرتك أقول المسؤولين بتوع مستشفى بالريش، أنا خدام لأي حاجة هم عايزينها. يعني لو قدرت ربنا كرمني أساعد بأي حاجة، لو قدرت ربنا كرمني أنا أساعدهم، لو حابين يعملوا حملة للتلفزيون عشان الناس تعرف عنهم أو تسمع عنهم الحاجة اللي هم محتاجينها، أنا خدام إن أنا أعمل ده طبعا، وأكيد مجاني وبلاش، ومش عايز أي حاجة غير إن أنا أوصل للناس الصورة اللي موجودة في مستشفى بريش، لأن إحنا نفسي توصل لمستوى زي ما شاء الله ربنا يكرمه مستشفى 57، شايف إن هي وصلت لمرحلة كبيرة جدا. مستشفى مجدي يعقوب مرحلة كبيرة جدا، فأنا شايف إنه نفسي مستشفى أبو الريش بصراحة توصل لمرحلة برضو تناسب المستوى أو العدد الأطفال المريضة في مصر. أنا خدام لأي حاجة هم محتاجين. أنا اللي بشكرك، أنت فنان جميل، وكل يوم بتثبت لنا أكتر أنك أنت كمان غير أنك أنت فنان كبير وجميل، أنت إنسان جميل ونبيل. والدعوة الكريمة اللي أنت قلتها النهاردة وتبنيك لحملة لمستشفى أبو الريش وأنك أنت تعملها بالمجان، أنا بشكرك جدا عليها أمير بجد. ربنا يكتب من أمثالك حبيبي، ودايما كده إن شاء الله رمضان يكون دايما شهر خير وبركة عليك وعلى أسرتك وعلى كل حبايبك بإذن الله إن شاء الله. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيب. شكرا جزيلا الفنان الكبير أمير كرم. صباح الفل حبيبي. صباح الفل عليك يا حبيبي.